سلم محمد عبد الحليم ما وصلت الكرة وفرصة رمزوية والهدف الأول. الهدف الأول إذا للرمزة من هجمة مرتدة سريعة وغضب ورد فعل من الحارس، غضب من لاعبيه. الهدف بإمضاء ركان بني خالد. إذا ركان بني خالد يضع الرمزة في المقدمة. ركان بني خالد في الدقيقة 79 يسجل أول أهداف اللقاء. شوف الخطأ من أبو عريضة في إبعاد الكرة، خطف ركان وسدد من على حافة المنطقة بوسرى، كرة زاحفة على يمين أبو خوصة. حاول أبو خوصة لكن الكرة أخذت إيده وكمل الطريقة داخل المرمى. وإعادة من جديد، شكرا للمخرج إبراهيم الرحاح لإعادة من عدة زوايا لهذا الهدف الأول في اللقاء. هدف بصراحة فيه كثير من الذكاء.